أول خبر معانا النهاردة عن كابتن محمود الخطيب، وحابين نطمن حضراتكم وكل جمهور الأهلي على صحته. هو دلوقتي الحمد لله بخير، كان اتعرض بس لنزلة برد شديدة شوية من يومين، طبعا ده بسبب الطقس البارد في المغرب، لكن هو دلوقتي الحمد لله حالته الصحية أحسن. لازم كمان نشكر رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقع، واللي شكره الكابتن محمود الخطيب في بيان رسمي، لأنه أول ما عرف بتعب الكابتن بعت وفد طبي لمقر إقامة البعثة وراح المستشفى، عمل بعض الفحوصات الطبية علشان يطمنوا على صحته. وكابتن خطيب أكد على امتنانه الشديد لكل الأشقاء المغاربة والسيد فوزي اللقشع لاهتمامهم الكبير ببعثة الأهلي ومساندتهم للأهلي من أول وصولنا هناك. تحية خاصة طبعا لكل الشعب المغربي، وحقيقي مساندة عربية خالصة سواء من الجماهير والشعب نفسه أو من المسؤولين في الاتحاد الرياضي المغربي، هي دي الروح اللي بنستناها دايما منا كعرب ومساندتنا لبعض.